السلام عليكم متابعي قناة دياغ أوتو سيرفيس، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غنتكلموا على مشكل ديال الأضواء الخلفية، ولكن في الأول قبل ما نبدأ في الفيديو، إذا كنتي أول مرة كتشاهد الفيديو ديالنا نتمنى يعجبك وتكليك على جيم واشترك معنا في القناة وفعل زر الجرس باش ديما توصل بالجديد إن شاء الله، وهذا فضلا وليس أمرا. وتنتمنى ديما نكون عند حسن الظن ديال المتابعين ديالنا. في سيارة مرسيدس كلاس أ كما كتشوفوا كيبقى في الطابلوش علينا واحد الميساج ديال فو أغيغ غوش و لي كلينيوطون أغيغ غوش و فخان أغيغ غوش، كلشي مخدامش. لا دروات مزيان مي لا غوش فيه مشكل. هانتوما كي تشوفوا ستوب كلينيوطون أغيغ بحال الدوز مديش. هانتوما كي تشوفوا هاد البلاكه هادي هي اللي مدوزه لنا الضوء للبولات، كاينين كي تشوفوا 1 2 3 4 5 ديال البولات، وهذيك اللي محيده هي اللي دايره لنا لاماس. هذيك هي اللي دايره لاماس هنايا، كاين واحد لاماس هنايا خيط تيدوشي مع خوه في البلاكه من الداخل مقطعو تيبديتوشي مع خوه كيدير لنا كور سيركوي، وهاد البوله هادي اصلا ما كتشعلش. دابا هاد البلاصه هادي راه غادي نضغيوها مزيان، وحيت كان هذاك الخيط مديسوني من بلاصتو وغنسوديوه بعد ما نضغيوه مزيان. تابعوا معنا الفيديو حتى النهايه ديالو باش تستافدوا منه بلا ما تحتاج تمشي تشري هذه البلاكه هذه من لا ميزون ولا تشريها في جديده، لانه راه غاليه بزاف، يقدر تلقاها غاليه. وعلى مشكل بسيط يقدر تفادى تمشي تشريها وتوفر الفلوس بيان سور. كل ما كنحتاجو هو نقيو هذيك البلاصه مزيان، وكنبحثو على واحد الخيط راه كاين تما لتحت دايز البوله، وكنجيبو كاويه وليتا وكنسوديوه هذاك الخيط اللي مسلوت من بلاصتو كنسوديوه باش يولي الضو يدوز البوله ديريكت. هما كيديرو هكا في هاد السياره نتاع المرسيدس كاملين فيهم هاد المشكل هذا، لا الكلاس ا لا الكلاس سي لا الكلاس او تقريبا كاع كاملين موديلات ديال 2013 حتى 2017 اللي ما فيهمش لي ليد، فيهم غير بولات عاديين، فيهم كاع هاد المشكل هذا. تنسوديو هذاك الخيط مزيان وكنكونوا على بال مزيان باش ما نديروش ماس بين جوج بال بلوس والموا. بما تنسوديو مزيان هذاك الخيط تنشوفو واش مزيان واش لاصق مزيان تنفيريفيوه. هانتوما كي تنشوفو راه الخيط لاصق مزيان، هانتوما كي تنشوفو تنبين لكم الصورة تنتمنى تبان لكم. راه هاديك البلاصة هي اللي كانت مقطعة، بعد ما تنركبوه تنوركو على الفران هاد الجهه اليمنيه، شعل فيها الفران وشعل فيها الفيوز هادوك الوسطانيين ديال السينيال وديال الضوء ديال الضبابه. ها البلاكه الاخرى ديالنا ديال اليسرى غادي نركبوها ونسيوها، هذيك ديال هادي ديال الفران، الاخرى ديال السينيال، الاخرى ديال مارش اغيير، الاخرى ديال الفيوز، والاخرى ديال لونتي بغويا. كنردو البال هاد الفيش مزيان ما يكون فيه شي مشكل حتى هو اللي يكون مقطع. بعد ما كنركبو البلاكه قبل ما نركبو الفروج كاملو كنركبو غير البلاكه وكنسييو تنضغطو على الفران. هما كي تشوفو كيشعل الفران في جوج ديال الجوايه في جوج بولات، ها هو شعل الفوق شعل التحت، والفيوز تا هو راه مشعول. ملي كنضغطو على الفران راه مشعول الفران والفيوز تا هو مشعول. هادي بطريقه بسيطه كان ايفيتيو كاع حنا هذاك المشاكل، هذا الضو ديال اونتي بغويار كان ايفيتيو المشكل ديال باش اننا نمشيو نشريوها ولا نمشيو لا ميزون نشدو الصف ونضيعوا الوقت ديالنا على والو. هانتوما كتشوفوا هاد الضو هو كيما تشوفوا واجا السينيال تا هو خدام، بعد ما كان مخدامش كانش الضو كاع دايز تقريبا، السينيال هو خدام اونتي بغويار خدام،
الفران خدام تا هو، كنركبو البلاكا في الفروج ديالها بيت ما كان نطويوه مزيان، كنركبوها تنجستيوها مزيان، كنركبو لها لي بولون ديالها ديال البلاستيك كنزينو من القياس حيت هي بلاستيك باش ما تهرسش. هادي كلاس أ موديل 2013، كنزيروها بشوية حنا غير بلاستيك هداكشي كلو. قبل ما نركبوه كنطويو بلاصتو بعدا، كنطويو بلاصتو نديرو عمل كامل مزيان كامل ومكمول. ما كنطويو البلاصه ديالو مزيان باش ما يبقاش لطراش ديال الغبره وهداك الشيء تما. كنركبو الفروج ديالنا وكنركبو كنجيستيو لي زاكسي ديالو مزيان، كنركبو الفيش هو الاول بعدا، وكاين واحد الفران تما على اليسر كندوزو هو الاول فيه، عاد الفران لي جوج فرانات لي اليمين كنجيستيوه مزيان بشويه بشويه باش يتبورطا من جميع الجهات ما يتزيرش من جهه او جهه لا. كنركبو ليه البولون اللي من الداخل ديال البلاستيك، هذاك هو اللي كيشدو من الداخل. كنزيرو كنبورطيو كنزيرو كنبورطيو كنوركو على الفروج من جميع الجهات باش ما يطرطقش في الزيار او لا يديك على يتزيرها من جهه ومن جهه لا. وتنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وما تبخلوش علينا بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس وديروا لنا جيم باش ديما تصلوا بالجديد ان شاء الله، وحنا راه معاكم في الجديد ديما ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله، الى فيديو اخر.